السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو اخباركم؟ كيف درتوا مع هذا البرد؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكيك. الكيك دابا اللي ولات معروفه، راه بزاف اليوتيوبر زاروها وكتجي زوينه صراحه، خفيفه، وانا بدلت فيها شي حويجات، يعني انا كهات. وغنبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في البول، كتشوفوا راه درت ديجا جوج بيضات، ديجا كبيتهم، عندي جوج بيضات، شويه ديال القشور ديال الليمون، قبيصه ديال الملح، انا ديجا كبيتهم هنا في البول. نكمل معكم المقادير الاخرين. عندي كاس ديال العنبه ديال السنيده، وعندي هنايا كاس ديال العنبه مخلط ما بين زيت والماء، نص كاس زيت ونص كاس ماء. عندي كاس ديال عصير الليمون، وغادي نحتاجو زوج ديال خميرات حمرين وواحدة ديال الفاني، وغنحتاجو في الاخر واحد المعلقة كبيرة ديال الخل، خل ابيض اكيد. وبالنسبة للدقيق، انا درت هنايا ثلاثة د الكيسان، هو الدقيق كيكون حسب الخليط، على حسب البيض واش كبير ولا صغير، ولا حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. المهم انا درت هنا ثلاثة د الكيسان، غادي نشوف شحال غادي يدخل ليا فيها، وفي الاخر ان شاء الله غادي نقول لكم شحال هزات ليا بالضبط. كيف ما قلت لكم، كل واحد كيبقى على حساب الحجم ديال البيض اللي دار، وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق. وبالنسبه لهذا الكيك، غادي يكون من الفوق ديالها واحد الطبقه اللي كتجي فيها حوايج، يعني فيها حوايج مقرمشين، هي فواكه الجافه مخلطه، اي حاجه عندكم، وكحتى معها واحد مكون رطب اللي هو التفاح. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، انا ديجا مجده هنا، عندي جوج تفاحات اللي غادي نقطعهم ان شاء الله، ما غاديش نحكهم، غادي نقطعهم قطع صغيره. وعندي هنايا كيف ما كتشوفوا فواكه جافه، درت شويه ديال القرقاع، شويه ديال الكاوكاو افيلي، شويه ديال الشوكولات تكون نوعيه زوينه من الافضل، شويه ديال العنب ابيض، شويه ديال الشوفان. هادشي كامل خلطته مع واحد المعلقه كبيره ديال النشا، غير باش تجيب لي هذا الخليط فتي مع التفاح، وكذلك باش تخليه ما ينزلش بزاف لتحت. وهذا ما كان الطبقه الاخر ان شاء الله غادي نديروها. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نطربوا هاد البيض مع القشور ديال الليمون وديك القبيصه ديال الملح، كنذكرها جوج بيضات مع داك الكاس ديال السنيده. بسم الله، دابا غادي نزيد هذاك الفاني، وانا غنكمل التراب باش ما يصدعكمش الصوت ديال التراب، حتى شويه مجهد. كيف ما كتشوفوا راه غادي نزيد هذا الفاني، المهم انا نزيد الفاني وغادي نطرب مزيان حتى يتفتح لي اللون ديال الخليط، يولي شويه ابيض، ونرجع نتلاقى معكم نكمل باقي المقادير. غير للاشاره، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الباطو، راه بوسيبل ديروها غير في المولينات، تاخذوا المولينات ديالكم وغديروا فيها المكونات، وتبداو تزيدوا كل حاجه كيفما نفس لي زيتاب اللي غنمشي بهم انا، وتخلطوهم غير في المولينات ديالكم، وغادي يطلع الكيك بحال درتوها بالباتر. دابا كتشوفوا معايا اللون ديال الخليط كيفاش ولا، هو تقال واحد شويه. دابا غادي نزيدوا هذاك الكاس اللي مخلط ما بين الزيت والماء، يعني السر ديال هذاك الماء كيخلينا الكيك حتى هو خفيف. غادي نخلطوه واحد شويه، وغادي نزيدو هذاك الليمون. الليمون راه بوسيبل انكم تبدلوه بدانون، ياغورت بليتو، حنا في المغاربه ولفنا اي حاجه كنقولوا ليها دانون.
المهم ممكن تبدلو بشي ياغورت بأي نكهة بغيتو، سوا ديال البنان ولا الفاني ولا اللي كترتاحو فيه نتوما اللي متوفر عندكم، أولا كاس ديال الحليب حتى هو راه كيقضي الغرض ماشي مشكل. أنا كنختار نديرها بالليمون، كتعجبني بالليمون. دابا غادي نطرب هاد المكونات تيتجانسو تاني مزيان شو واحد شوية، وغنتلاقى معاكم تاني باش نبداو نزيدو الدقيق ونزيدو هادوك الخمارات. وبالنسبة للخل، معلقة كبيرة ديال الخل غنخليوها هي آخر حاجة. الخل علاش؟ على ود كيخلي لينا الكيك فتي، وحتى كيعاون الخميره باش تفاعل ويجي الكيك ديالنا زوين طالع شويه كما كتشوفوا معايا. جانس ليا الخليط، دابا غادي نبدا بشويه بشويه كنزيد الدقيق، وغنزيد انها منكب واحد الكميه ديال الدقيق، وغنزيد فوق منها الخميره باش الخميره راكم عارفين كتبغي تجيش مع شي حاجه ناشفه. بسم الله، كتبغي دار مع شي حاجه ناشفه باش تفاعل لينا مزيان. كيف قلت لكم الدقيق راني درت 3 د الكيسان هنا كبيتهم وغربلتهم زوج د المرات، كوب الخميره تجاولي غربلتهم زوج مرات. عاد فاش كبيتهم هنايا يعني دينا الدقيق غربلوه، مازال الخمارات الا شكيتو فيهم راه ممكن انهم يكونوا محبين غربلوهم. اللي مولف ما كيغربلوش راه ماشي مشكل. كما كتشوفوا الحوم يدينا، غير واحد الحاجه بالنسبه للفوي، غير ما تديوش يعني ما تضربوش مثلا في هذه الجهه وترجعوا الجهه الاخرى، لا بقاو دائما كتقربوا في نفس الجهه. دابا كنزيد انا هذاك الدقيق، ندخلو بشوية بشوية ونشوف شحال غتهز ليا، ونوريكم نيت الخليط ديالها قداش كيكون في الفاكتورية ديالو. كما كتشوفو راه بدات شوية كتقل، دونك غادي نزيد الدقيق. كنظن انا انها غادي تهز ليا ثلاثه د الكيسان كاملين، يمكن انا شويه اللي باقي عندي انتوما كتشوفو ثلاثه د الكيسان غنكبو شويه بشويه تنشوف. كما كتشوفوا انا هزت ليا ثلاثه الكيسان طرد قد ديال الدقيق هنا كيفاش كتكون. فوالا كيفاش كتكون، كنا يعني عارفين التكستور ديال الكيك اللي ما عارفين كديروا كيفاش كتكون. انتوما ملي كتكونوا تخدموا بيديكم يعني هكا كتحركوا بيديكم غتعرفوا التكسيور ديالها كيفاش خاصها تكون. المهم انا هزات لي ثلاثه د الكيسان ديال الدقيق قد قد ديال العنبه، القياس بكاس العنبه، هاد المقادير كامل اللي قلت لكم القياس ديالها بكاس العنبه. غير واحد الحاجه، واحد الحاجه اخرى كتختلف صراحه الا درتوها بدانون. دانون راكم عارفين ما كيكونش سائل، ماشي فحال الحليب وعصير الليمون راه غيهزوا لنا شويه الدقيق، عكس الياغورت اللي درتو دا ما كان. المهم انا غادي ناخذ مول غادي ندهنو بالزبده ونرشب الدقيق. بالنسبه للمول كيبقى اختيار ديالكم نتوما، كيف ما بغيتو المول اللي اختاريتوه ديروه، يعني لكم حريه الاختيار في المول. بالنسبه ليا انا اختاريت مول القطر ديالو 26 سنتيم. غادي ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق ونتلاقى معكم عاوتاني باش نكبوها فيه مجموعين، ونقطع معايا داك التفاح ديال الطبقه اللي غتكون من الفوق ان شاء الله، ونوجدو نتلاقى معاكم باش نقادوها مجموعين. سمحوا لي البنات راني ملي مشيت ندهنها بالمناسبه المول اللي دهنته انا بالزبده ورشيته بالدقيق،
ملي مشيت باش ندهن المول رجعت لقيت راسي نسيت ما درتش الخل. اوغوزمون باقي ما كبيتش الخليط في المول كما كتشوفوا. ندير واحد المعلقه هكا ديال الخل نخلطوها هكا. بشويه تندخلوها كيف ما قلت لكم، المهم في نفس الاتجاه ماشي جينواز اللي تخافوا منها انكم تطربوا من اللي تزيدوا الدقيق. بالنسبه للكيك ما تخافوش. هاتي يدخل فيها مزيان هذاك الخل وصافي. ما نضيعو حتى شي نقطه، الاقتصاد واجب. ها هو الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا. دابا بسم الله، من بين الاسرار البنات اللي كتخلي الكيك ديالنا طالع ومهوي وزوين، وحتى في الكبه ديال الكيك كنهزو ايدينا للفوق ها هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا زدين ايدينا للفوق وكنخلو نعطيو فرصه لهداك الكيك يدخل معاه شويه ديال الهواء. هانتوما البنات، هانتوما الفتيات. الكيكة المغربية يجب الحفاظ عليها، ماشي على الفتيات. متوش عليا. شويه الحماق راه مره كيخرج ما بقاش متحكم فيه كما كتشوفوا. ها انتم ما مضيه حتى شي نقيطه. ها انتم فوالا، ها هي الكيك ديالنا كما كتشوفوا البنات. ها التفاح انا كيفاش قطعته، كاين اللي كيحكو. انا صراحه جربتها محكوكه، تفاح محكوك، وديجا درتها حسب التفاح مقطع هكا جاتني افضل. ها نتوما غنخلط داك التفاح مع هذوك الفواكه الجافه اللي درنا، ودرت حتى داك الشوكولات. وواحد الحاجه اخرى البنات نسيتها ما قلتهاش لكم، هي هاد الفواكه الجافه وسميتو اللي درت راه خلطت معاه واحد شويه غير ربع ساشيه باش ما يجيش تاني مليده بزاف ديال هادي ديال ارزا بنكهه الزهر، بنكهه زهره البرتقال عرفتوها، ارزا زهر معروفه بارزا زهر. هذيك الساشيه الصفراء اللي كتكون، المهم هذيك راه زدت منها شويه باش كتعطي واحد البنه زوينه، هي اصلا كتعطي واحد البنه رائعه للكيك. وهكا زدت منها شويه، وزدت شويه ديال السنيده شويه واحد نص معلقه صغيره. كنعاوش لكم البنات على ريحه طالعه من هذا الخليط، تشهاو تاكلو غير هكاك. المهم كيما حسن من اليد ناخدو هذا الخليط وكنرشوه هكا من الفوق. الكيكه راه كانت مزيانه، حنا نردوها مشي هكا. نحاولوا نفرقوه، باش قلت لكم نخلطوه نفرقوه بحال هكا هذا على الكيك كامل. البنات تيقوني الكيكه راه كتجي رائعه، غير جربوها
علياش هنا راه داكشي اللي عندكم شي يكون عندكم غير التفاح والشوكولاته ديروه، عندكم غير شويه ديال اللوز ديروه. عندكم بحال انا دابا كان عندي اللوز ايفيلي كنديرو، ما عنديش كندير كاكاو ايفيلي. حتى هو راه كيجي رائع، ما نكذبش عليكم، شي انا من المفضلين ديال البنه ديال الكاوكاو على اللوز. نسخرو هادو شويه هكا من البلاصه اللي بانت لينا خاويه، نحاولوا نقادوها، ناخذو من جهه اخرى ونحاولوا نقادوها هنايا. فوالا ها هي البنات الكيكه ديالنا. انا راه ديجا درت الفران ديالي سخون، فران ديال الضو، درتو على 180 درجه ديال الحراره، والمده راه كلها كيبقى على حساب الفران ديالو. بالنسبه ليا انايا راه 25 دقيقه كافيه باش كيطيب ليا الكيك وكيوجد. المهم البنات غندخل الكيك ديالي الفران، الكيك ديالنا عفوا، لانه هو ديالي وديالكم، حقكم في الجنه. غندخل الكيك للفران وملي طاب ان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نزيد نزينو. انا رجعت معكم البنات، كيف ما كتشوفوها الكيك ديالنا ملي خرجات من الفران كتجي على هذا الشكل. شفتوا هذاك الشيء اللي كبيناه من داك الطبق اللي درنا من الفوق، كتجي يعني التفاح طاب شو كتبقى من الفوق، ما كتنزلش. هذيك المعلقه ديال النشا اللي درناها هي اللي كتعاونها باش تجي فتيه من الفوق، وفي نفس الوقت كتبقى هذيك الطبقه اللي درنا كتبقى من الفوق ما كتنزلش. فما كتشوفوا معايا هنايا كيفاش نكمل لها التزيين. المهم عندي هنايا واحد شويه ديال الكونفيتور سائل كما كتشوفوا. بالنسبه للكونفيتور سائل انا عندي متوفر عندي دابا هذه الماركه، هي الملاليه راه زوينه حتى هي. كنت من قبل كناخذ هذاك المعروف العادي، ولكن جربت هذه حتى هي بانت لي مزيانه. وغادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور وغنرش عليها شويه ديال الكوك، من بعد غنزينها بخطوط ديال شويه ديال لاصوص ديال الشكلاط كيف ما كتشوفوا. درتها انا في هذه الميكا صغيره، عندي لي بوش فيهم هذوك الثقبات كبار ما غاديش يجيو، درتها في هذه الميكا صغيره وغادي ندير بها ثقبتها شويه من التحت وندير بها خطوط. بسم الله غادي نبداو ندهنها غير شويه، ماشي بزاف لان اصلا هي راه فتيه وراه ما تحتاجش بزاف الدهين، غير باش يبقى عندها داك شويه ديال البريونس من الفوق. ممكن البنات تقسموها بين جوج اللي كتوفر عنده الكريمه، درتو الكريمه وبقات عندكم اولا كاينه متوفره عندكم في الدار، كتقسموها من نص. ممكن انكم تعمروها بلا كريم ماشي مشكله، يعني التزيين وطريقة التقديم وهادشي كامل كيبقى لكم نتوما الاختيار فيه. المهم هاكا دهناها شوية ونقدر نرش عليها شوية ديال الكوك شوية. أنا حتى كتعجبني هاديك النسمة ديال الكوك، كتعجبني فيها من الفوق. بعض المرات البنات هذيك الطبقه اللي درت من الفوق بعض المرات كنزيد معها حتى جوج معالق كبار ديال الكوك، حتى هي كتجي زوينه وكتجي معلكه الصراحه. جربوها الكيكه رائعه، ومنها تبدلوا الكيك اليومي ديالنا. ممكن البنات حتى في بلاصه الدقيق الابيض ديروا الدقيق الكومبلي، يعني الدقيق الكامل، دقيق القمح الكامل. ممكن تغربلو وتحيدو هذيك النخاله ديالو ديروه، ممكن تخلطوه مع الدقيق، وممكن هو تعوضوا به الدقيق الابيض، ينقصوا نديروا الحاجه اكثر صحيه شويه. بهذه الطريقه كنرشوها غير بشويه ديال الكوك. فما كتشوفوا هذه انا ثقبتها كما قلت لكم، انا تقيب واحد الثقبه صغيره. دابا غنحاول ندير خطوط عشوائيه. بسم الله هكا
بهذا الشكل، خطوط غير عشوائيه، كتلصق لي البلاستيكه كما قلت لكم اللي عندي في الدار انا قضيت به، ماشي مشكله. ممكن تخليها غير هكاك، انا كتعجبني فيها هذه الصلصه ديال الشوكولات. شمعنا ان شاء الله نعطيكم الوصفه اللي كندير فيها، لا ما نضيعوا حتى شي نقيطه، ما غادي نضيعوها. وها البنات هي الكاك ديالنا كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل. واخا البلاستيكه خرجت لي شويه الخطوط غلاط، ولكن كانوا القاق كيجوا افضل. المهم انا كيف ما قلت لكم اللي عندي راني كنقضي به. شعار القناه هو اننا ما نصعبوش الامور وما نقولوش لا خسادي لا خسادي. المهم اننا كنوضو كنريو على وليداتنا ونديرو شي حاجه نفرحو بها ديورنا ونفرحو بها حتى حنا، ونبدلو روتيننا شويه. كنتمنى انكم تجربوا هذا الكيك كما قلت لكم، هانتوما راه كتجي خفيفه بزاف، ومذاق ديالها ما نعاودش لكم، مع داك القشور ديال الليمون وهذاك الكاس ديال الليمون، ودابا راه وقت الليمون، يعني راه غير ما نبقاو نجيبو نجي يكون عندنا دانون ولا يكون عندنا الحليب ولا هكا عاد فاش نديرو الكيك، عوضوه بالليمون حتى هو راه زوين. يعني كنتمنى انكم تفاعلوا معايا في القناه ديالي، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم يكون عجبكم، وكنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وتدعموني بلي لايك، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عندكم، سواء اصدقاء ديالكم عائلاتكم كل شيء. وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى ولا روتينات اخرى ولا مواضيع اجتماعيه. مهم راه بشويه بشويه الحمد لله بدات كتكبر القناه ديالنا، وهذا ما كان، ونخليكم في امان الله.